قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا، أي بذلوا غاية الجهد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: فينا، أي إخلاص. ما النتيجة؟ النتيجة جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى: لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا. ولهذا خديجة رضي الله عنها عندما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي في غار حراء، جاء خائفا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا خديجة، إني خشيت على نفسي. قالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، كن مع الله ولا تبال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك.